الوحدات التابعه للمجموعه الاقليميه للدك الوطني بخنشله عالجت في اطار الاجرام العادي 8487 جريمه، بالنسبه لعدد الجنايات 77، عدد الجنح 4571، عدد المخالفات 3839. في اطار الاجرام المنظم بالنسبة للمخدرات عالجت وحدات التابعة للمجموعة الإقليمية بخنشلة عدد معتبر من القضايا وتمثلت في 75 قضية، الأشخاص الموقوفين 90. بالنسبة للتهريب عالجت خلال السنة هذه عالجت المجموعة 12 قضية، الأشخاص الموقوفين 22 شخص موقوف، تتمثل المحجوزات في السيارات الوزن الخفيف، الشاحنات 5500 علبة سجائر، 1026 كيلوغرام من المواد الغذائية، 500 من لتر زيت المائدة، 8386 من الأقراص المهلوسة، محركة السيارات، جهاز كشف المعادن، المفرقعات.